بجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في هذه التغطية الخاصة للحديث عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، واللي بالتأكيد كنا بنشهده على مدار الأيام الماضية، وطبعا في كمان أحاديث عن استمرار هذا الارتفاع الشديد حتى نهاية هذا الشهر. طبعا بتكون في سلوكيات شائعة من المواطنين بتكون الحقيقة خاطئة وبتزيد من شعورنا بهذا الحر الشديد، وطبعا كمان بتكون سلبية على صحتنا. إيه أبرز النصائح من الأطباء للتعامل مع هذا الارتفاع في درجات الحرارة؟ هذه التفاصيل هيوضحها لنا دكتور ماهر الجرحي، استشاري الباطنة ونائب مدير مستشفى حميات إمبابة. أهلا بحضرتك يا دكتور ماهر على شاشة اليوم السابق. أهلا بك دكتور. خليني أعرف من حضرتك يعني أبرز النصائح للتعامل مع هذا الحر الشديد. طبعا حضرتك عارف ان درجات الحرارة يعني 40 وممكن تكون المحسوسة كمان تجاوزت 40، ازاي نتعامل مع هذا الحر الشديد؟ اولا طبعا ده بالنسبة للمداخلة الجميلة دي لازم نهتم بيها شوية، في حاجة مهمة جدا ندي الضوء عليها اللي هو التعرض لأشعة الشمس ودرجات الحرارة العالية. انا عايز اقول كلمة مهمة قوي، التعرض لدرجة حرارة عالية ده مش معناه بتعرض لدرجة شمس فقط لا غير، لا، ده ممكن يجي لي مثلا هيت ستروك اللي هو ضربة الشمس وأنا قاعد جوه بيتي. بمعنى إيه؟ بمعنى زيادة في ارتفاع درجة حرارة المكان اللي أنت قاعد فيه هو قد يؤدي لضربات الشمس. كلمة ضربات الشمس معناها إن درجة وإحنا في البيت مش شرط تعرضي درجات الشمس الخارجية. إزاي بقى؟ أقول لحضرتك إن درجة الحرارة نفسها لما تزيد في مكان الناس سواء كان داخل البيت او خارجه، فطبعا بس غالبا بيبقى داخل البيت درجه الحراره اقل من بره، لكن انا بتكلم او بدي التنويه على الناس اللي فاكره ان ضربات الشمس بتيجي وعند تعرض درجات الحراره العاليه بس بيجي ضربات الشمس، لا، او تعرض للشمس، لا، ده ممكن واحد كبير في السن وقاعد جوه بيته مقفول والبيت حر جدا 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 يفقد سواء كتير ويتعرض لارتفاع درجه الحراره. طيب احنا عايزين نتلاشى الموضوع ده. اول حاجه التلاشى في الموضوع ده عدم التعرض خارجيا لاشعه الشمس لفتره طويله. عدم التعرض خارجيا لاشعه الشمس لفتره طويله دي رقم واحد. رقم اثنين شرب السوائل كتير قوي. شرب السوائل كتير قوي. لان ضربات الشمس وارتفاع درجه الحراره قد تؤدي الى مشاكل اخرى المريض نفسه او المواطن ما يقدرش يعني يتنبه بيها، اللي هي ايه؟ لما انا درجه حرارتي تزيد وافقد عرق كتير ويتعرض لضربات الشمس كتير وانا كبير في السن وعندي كوليسترول عالي ممكن تؤدي الى حدوث جلطات. يعني الفيسكوستي بتاع الدم او لزوجه الدم بتزيد عندما يفقد الجسم سوائل. فدي برضو حته مهمه قوي قوي لكبار السن او الناس اللي عدت 35 و40 سنه. لازم يشربوا سوائل كويس قوي عند التعرض لدرجه حراره عاليه، لان ده سبب مهم جدا ممكن هو الجلطات الموجوده في القلب او في المخ نتيجة لفقد سوائل كتير في الجسم دون أن تعوض. فبالتالي أنا بنصح من خلال البرنامج بتاعي ده عموما يا دكتور، ده عموما اصلا يعني نسبه كبيره من الجلطات اللي بتحصل بتبقى بسبب نقص السوائل في الجسم. بالظبط كده، وطبعا نقص السوائل نتيجه لارتفاع درجه الحراره. فبالتالي انا بنصحكم كلكم يا ريت تشربوا سوائل كتير قوي قوي قوي، ما تقلش عن 2 لتر في اليوم، من 2 ل 3 لتر في اليوم. اللي هو بيتخلي الدوره الدمويه الفسكوست بتاعتها او لزوجه الدم تكون كويسه وما يحصلش اي تغلطات، وخاصه اذا كان عندك كوليسترول عالي او دهون عاليه في الدم نفسها. دكتور البعض بيقول ان هو بيعوض السوائل مثلا بتناول السكريات سواء بقى طعام او شراب، هل ده صح ولا ده غلط؟ تصرف صحيح؟ لا، تناول يعني السكريات وبشراهه. لا لا، السكريات طبعا والشراهه والحاجات دي كلها دي بالعكس حاجه مش كويسه خالص. انا بنصح الناس السكريات تقل خالص، لان السكريات في الاخر بتبقى ضاره جدا وبتعمل طبعا خلل في الميتابوليزم بتاع الجسم نفسه. وده مش صح، لا، السكريات مالهاش علاقه خالص بالقصه دي، وبتزيد تقريبا من الشعور بالعطش كمان في النهايه. دي حاجه، الحاجه الاهم من ده كله السوائل العاديه خالص، ان شاء الله الميه عاديه خالص، يشرب من 2 ل 3 لتر ميه في اليوم. وعدم التعرض لدرجات حراره مرتفعه. طب الحاجه الثانيه المهمه ايه؟ عدم التعرض للتغير المفاجئ في درجه حراره الجسم. بمعنى ما اجيش انا قاعد في تكييف وقاعد في دنيا كويسه قوي في المكتب بتاعي واجي اخرج مره واحده
لجو حر او مش مشغل العربيه تكييف العربيه وماشي رايح مشوار طويل وبعد كده انزل في جو حر جدا، اختلاف درجه حراره الجسم مفاجئ، ده بينشا عنه نشاط فيروسي، نشاط فيروسي او بكتيري موجود داخل الجسم فينتج عنه التهابات شعبيه والتهابات في القلب وساعات التهاب في الجيوب الانفيه. فبرضه خلي بالنا من الحته دي، لو انا خارج بره التكييف بتاع بيتي يتقفل شويه واقعد معاه شويه لحد لما درجه حراره الجسم تقل عشان يحصل كومبنسيت مع مين؟ مع درجه حراره خارجيه. انما يعني دايما الناس بتاخد بالها من العكس، ان هي لو جايه من حر شديد ما مش بتفتح التكييف مجرد دخولها البيت، بتنتظر يعني بعض الوقت، لكن مش بيحصل العكس ان احنا مثلا خارجين من البيت. دي نقطه مهمه جدا طبعا. طب خليني اسال حضرتك، طبعا هذا الارتفاع الشديد في درجات الحراره بنشوف بعض المواطنين يقوم طبعا بوضع كميه من الماء، خلينا نقول يعني بتكون ميه ساقعه جدا تقريبا على راسه وعلى جسمه كله، هل ده تصرف صحيح؟ طبعا مش صحيح خالص. الميه الساقعه قوي دي لا، احنا بنعمل ميه فتره عادي او ياخد شاور عادي خالص عشان يهدي من درجه حراره الجسم. واهم من ده كله ان يستنى شويه ما ياخدش مره واحده تحت الشاور يعني. وده طبعا مناسب جدا لو درجه حراره عاليه جدا، يعني لازم طبعا يكون مناسب. يعني ينتظر شويه يعني حتى تهدأ حراره الجسم. زي ما قلت لحضرتك ما تعمليش في اي تغير مفاجئ في درجه حراره الجسم، ده مش صح. بالتاكيد نصائح هامه جدا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ماهر الجرحي استشاري الباطنه ونائب مدير مستشفى حميات امبابه، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا. شكرا. دي يعني ابرز النصائح اللي قالها دكتور ماهر، طبعا ده بخصوص التعامل مع هذا الحر الشديد، وكمان ابرز النصائح لاصحاب الامراض المزمنه. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه، كونوا معنا دائما على شاشه اليوم السابع، الى اللقاء.